في جريدة نوارة بطريقة إخبارية. سيد مصطفى ملوك أحد ضحايا الاعتقال تاع السوفي اللي طال واحد مجموعة ديال المعاقين مواليد أكادير بمناسبة الزيارة الملكية. سي مصطفى، بغيناك تشرح لنا الظروف والحيثيات ديال الاعتقال ديالكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الإخوان من المنبر الإعلامي ورا بريس على التضامن ديالهم مع النادي ديالنا اللي تعرضنا للاعتقال يوم الخميس الماضي بعد انتهاء الحصة التدريبية التي قمنا بها في القاعة المغطاة. بعد انتهائنا وخروجنا من القاعة تم الاعتقال ديالنا في ظروف غامضة، ما عرفناش شنو الذنب ديالنا يعني، ومورس علينا تعسف معنوي يعني. فوجئنا بصراحة، تفاجئنا بهذا الوضع اللي قال لي المعاق، خصوصا المعاق الرياضي، لانني كنهضر على الجمعيه ديالنا، الجمعيه الرياضيه لاشخاص معاقين بسوس، كنادي عريق له تاريخ وله بطولات وله ارشيف يعني محترم على مستوى الجهه، على المستوى الوطني وعلى المستوى ديالكم. غير دابا اثناء يعني تواجدكم داخل مقر الشرطه بمدينه اكادير، شنو هما يعني التجاوزات اللي ممكن يحصل لكم اثناء هذا الاعتقال هذا؟ في الحقيقه في داخل مخفر الشرطه، والحق يقال، ما تعرضنا لحتى شيء، بالعكس كان نوع من التعاطف من طرف الاخوان اللي كانوا مكلفين باعداد التقارير. التعسف المعنوي تعرضنا له في اثناء الاعتقال على برا، يعني باش يجي مسؤول امني ويقول لك انا غادي الا ما بغيتيش تمشي معايا ناخذك بقوه القانون. يعني اشنا هو هذاك قوه القانون؟ ايه غادي تاخذني بقوه القانون، مرحبا، ولكن الا كنت انا فوتيف يعني دير الغلط، هذيك متفق معاك. اما باش انا ما فراسي ما يتعاود وما عندي حتى شي ذنب، وتجي تفرض عليا وتقول لي غادي ناخذك بقوه القانون، غندير لك المينوت، وتصور معايا شيخ معاق انت غدير له المينوت وتطلعوا، ها اشنو غتلوحوا بحال الكوليه في الصافيت؟ شنو هي هذه؟ يعني كما قلت لك هذه المسائل اثرت فينا معنويا، ولدرجه ان شغنقول لك ما بقينا كاع عندنا رغبه حتى في ممارسه الرياضه بهذا الشكل هذا. لان لاش كنمارس انا الرياضه؟ انا خصني اللي يدعمني، خصني اللي شخص معاق حاله خاصه، خصو اللي يدعمو، خصو اللي يساندو، خصو اللي يتعاون معاه معنويا وماديا، ماشي انت تكرس فيا ديك الاعاقه بالالفاظ ديالك، بالطريقه ديال هذا ديالك، بالمسائل ديالك. هذا الشيء هو اللي اثر فينا. مصطفى، بغينا كلمه اخيره. احنا عارفين ان جلاله الملك يعني عطى واحد الرعايه كبيره للشخص المعاق، هذا الشيء على الصعيد الوطني منذ توليه السلطه في المغرب، وبالتالي يعني احنا بغيناكم انتم كناس معاقين وكناس يعني رياضيين وشرفوا المغرب لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي بانجازات اخيره في جوز اولمبيك، بغيناك تعطينا كلمه اخيره وكيفاش انتم يعني من خلال هذا الشيء اللي وقع لكم، اشنو هو المسائل اللي ممكن تديروا وكيفاش التصور ديالكم العام؟ يا اخي، حتى شي واحد ما كينكر الفضل ديال صاحب الجلاله على كل الفئات، ماشي هي الفئه المعاقين في المغرب. يعني حضور صاحب الجلاله